طري الكيكه ديالي. عندي هنا لي فريز، خذوا نتوما على حساب الكيكه اللي غديروا، واش كبيره ولا صغيره. انا هنا عندي غير 5 ديال لي فريز. غادي نشدو الفريز، غادي ندوزوه في الشوكولا اللي ديجا ذوبناه في حمام مريم بحال هكا. نتوما كتشوفوا معايا راه ديجا حضرت 4، وغنديروه في الفيرميسيل. الا كان عندكم فيرميسيل ديروه، اي فيرميسيل، سواء لي كولوري سواء اللي كحل، اللي عجبكم بحال هكا، او لا تزوقوه بشوكولا بلون. المهم نتوما اللي عجبكم، لا خليوه كاع هكاك الا ما كانش امكانيات باش انكم تزوقوه، خليوه بحال هكا، كيجي جميل في المنظر. وهذا هو الشكل ديالهم بعد ما زوقتهم، نخليهم يبردوا، ومن بعد ان شاء الله غادي نزوق فاش نكون كنزوق الكيكه ديالي ان شاء الله غنوريكم. السلام عليكم، اليوم غنقدم لكم واحد الكيكه بالشوكولات، كتجي ناجحه 100% وبنينه وكتجي معلكه من الداخل. المهم عندنا 4 البيضات، كاس السنيده، نص كاس ديال الزيت، ونص كاس ديال الماء. هاد نص ديال كاس ديال الماء غادي نقول لكم علاش نحتاجوه من بعد. عندنا جوج دانيت ديال الشوكولات، عندنا شوكولا نوار محكوك، عندنا جوج معالق صغار ديال الكاكاو اولا على حساب الخليط واش كثير ولا قليل، عندنا معلقه ديال قهوه سريعه الذوبان باش تكسر لينا المذاق ديال الكاكاو المر، جوج خميرات، وواحد السكر فاني، وقبيصه الملحه. مهم البنات غنبداو على بركه الله. غادي نبداو اول حاجه بالبيض ديالنا، ان شاء الله غادي نضربوه مع سكر فاني وكاس السكر السنيده. انا غادي نخلط كل شيء وغادي نوريكم القوام اللي خصنا نحصلوا عليه في الاخر. غير صبر دابا هادشي غنبقى ساكته فيه، ندير غير هادشي وتدري فيه. يرجع القوام ديالو بيض ويتزاد في الحجم. المهم البنات انا ضربته، قربت القوام اللي بغيت، اللي هو القوام اللي كيكون غادي البيوضه. هنا غنديروا ديك القبيصه الملحه اللي قلنا قبيله، وغنكملوا دابا تضرب حتى يولي القوام مذوبل شي شويه على هكا، يولي غادي البيوضه. ديك الساعه غادي نحبسوا ان شاء الله. دابا البنات غادي نديرو هاد نص كاس ديال الزيت، وغادي نطربو غير شي شويه، غير على غير بين ما ينسجم لينا الزيت مع هاد الخليط ديالنا. موراها غنضيفو السر ديال هاد الوصفه كلها، اللي هو كاس الماء ويكون بحراره الغرفه، هو اللي كيطلع لينا الكيكه مفشفشه وبقوام احسن. دابا ملي ضفنا الماء غادي نديرو دانيت شوكولا
Voilà. وغنضيفو قبيصة ديال القهوة، غير قبيصة هكا. دابا غنطربو كلشي عاوتاني ونرجع ليكم. بودرة الكاكاو بيان سور غادي تغربلوها، انا ما عنديش الغربال صغيور. غادي ندير باني بهذا، هادشي اللي غادي شات ما تحكوهش ما والو، صافي سي بون، هادشي غادي يتلاح. فوالا، المهم دابا غادي نبقى نزيد في الفرص ديالي ونحرك، نزيد ونحرك نزيد ونحرك حتى يبان ليا الخليط منسجم، ومن بعد غنصور لكم شنو غنديروا للشوكولا. المهم الناس ملي خلطنا كنحصلوا على هذا القوام. السر ديالنا ديال الشوكولا اللي غنضيفوه باش ما يهبطش لينا لتحت ديال الكاطو ديالنا ويجي هكاك غير من التحت، بغيناه يجي حنا وسط الكيكه كامله. غادي نشدو معلقه ديال الدقيق وغادي نخلطوه معاها باش كيبقى في الكيكه كامله. هذه هي لاستيس باش كيبقى في الكيكه كامله وكيجي دايب. نضيفوه كنحركو بحال هكا، الخمارات خلاص كنضيفهم مع الدقيق مغربلين. الو دابا كناخذوا المول ديالنا اللي كنكونوا ديجا درنا ليه الزبده والكاكاو المر، باش ملي نحيدوها نحيدو الكيكه ديالنا ما تجيش بيضه. الا درنا لها الكيك غادي تجي بيضه وغادي يجي المنظر ديالها ما زوينش. غادي نهزو الكيكه ديالنا بحال هكا باش تحيد منها الريح الهواء اللي فيها. بهذه الطريقه غندخلوها الفران ونرجع معكم من بعد ان شاء الله ما توجد. المهم دابا ها هي بغيت انا نقدمها لكم، انا قلت لبنتي غير خليني نقدمها ليهم لا تنقطع لكم، تشوفوا كيفاش جات وشجعوها وديروا ليها على هذه الكيكه لايكات لي جيم. ها انتما هي كيفاش جات دابا فاش قطعتها كنطلب منكم.